تمكن أبطال الجيش الوطني مسنودين برجال القبائل وطيران تحالف دعم الشرعية في اليمن من تحرير واستعادة مواقع عسكرية استراتيجية في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء بعد معارك ضارية وعنيفة خاضها الأبطال البواسل ضد ميليشيا التمرد والانقلاب الحوثية. مزيدا من التفاصيل في التقرير الذي عده الزميل رفيق السامعي. تقدم جديد لقوات الجيش الوطني مسنودين برجال القبائل وطيران تحالف دعم الشرعية في اليمن في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء التي أصبحت مقبرة لحشود الميليشيا الكهنوتية وعناصرها التي تقودها إلى محارق الموت والهلاك. الحمد لله المعركة مستمرة لتحرير محافظة البيضاء وفي تقدم كبير ونجاحات بمعنويات عالية مرتفعة لدى الجيش الوطني ومستمرين لاستكمال تحرير هذه المحافظة وغيرها من المحافظات إن شاء الله. فالعدو يتكبد خسائر كبيرة في كل المعارك والعدو معنويته هابطة جدا وأفراده يلوذوا بالفرار وتكبد خسائر في الأرواح وفي المعدات ولدينا أسرى ولدينا معدات وأسلحة وذخائر وغنائم كبيرة. قوات الجيش الوطني مسنودة برجال القبائل وطيران التحالف العربي تقدمت وسيطرت واستعادت عدد من المواقع العسكرية ذات الأهمية الاستراتيجية في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء، حيث تمكن أبطال قواتنا الباسلة من القضاء كليا على العناصر الحوثية التي حاولت التسلل إلى بعض المواقع العسكرية في ذات الجبهة. وجدوا من هذا الأبطال يعني درس ما قد يعني ما كانوا يتخيلوا أنهم يجدوا في 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 جبهة أخرى. يعني قتل منهم فوق 100 في يوم واحد، فقد منهم 60، منهم لدينا ما يقارب أكثر من 24 أسير والبقية مفقودين، يعني باقي يحصلوا جثتهم مرجمة في الشعاب والجبال، منهم الجرحى مئات، يعني أخذ عليهم من الأسلحة والعتاد من العيارات والمعدلات والسيارات يعني الكثير، تم استرداد يعني بعض مواقع يعني تسللوا إليها. كل هذه المواقع يعني في محافظة البيضاء يعني تبع مديرية السوادي وردمان. مدفعية الجيش الوطني وطيران التحالف العربي استهدف معدات وأسلحة الميليشيا الانقلابية، حيث أسفرت المعارك القتالية عن وقوع خسائر بشرية كبيرة في الأرواح والأسلحة والمعدات لتلك العصابة الإجرامية. في هذه الجبهة ذات الأهمية الاستراتيجية يتمتع أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الباسلة من أحفاد القردعي والشدادي بالروح المعنوية العالية والجاهزية القتالية، ومستمرون في تقدمهم الميداني وتلقين الميليشيا الانقلابية هزائم ساحقة وقاسية لم تكن تتوقعها أو تخطر على بالها. بهذه الضربات القاسية والأليمة التي يوجهها أبطال الجيش الوطني باتجاه ميليشيا الكهوف والكهنوت الانقلابية ويكبدونهم خسائر فادحة وأليمة، وهم يتقدمون بخطى ثابتة باتجاه تبة الشهيد وكذا موقع الشبكة. كان معكم من الخطوط والمواقع الأمامية رفيق السامعي، قناة عدن، محافظة البيضاء. قتل 4 من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية وأسر 2 بنيران قوات الجيش الوطني في مديرية باقم بمحافظة صعدة. وأكد مصدر عسكري أن ما لا يقل عن 4 من عناصر ميليشيات الحوثي قتلوا وأسر 2 يحملان الجنسية الإثيوبية أثناء محاولتهما التسلل إلى أحد مواقع الجيش. وأضاف المصدر أن أبطال الجيش أفشلوا محاولة التسلل وأجبروا من تبقى من العناصر الحوثية على الفرار، وأشار إلى أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت قناصا حوثيا في الجبهة ذاتها.